السلام عليكم شباب تنسينا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نحل مع بعض كويز 2 بارت 2 موديل بي. اول سؤال زي ما احنا شايفين كده بيقول لنا هنا the waves that come out of the sun and reach someone are space waves. احنا كده كده عارفين اللايت هو الاشعه اللي خارجه من الصن، لايت ويفز يعني. فاللايت ويفز كده كده تعتبر الكترو ماجنتيك من النوع، او كده كده الكترونيك تعتبر ترانسفيرس مع شباب تي كومن كريستس اند ترافس. نمبر 2، الشكل قدامنا ده احنا عارفين لو جينا الاول حسبنا السلوب بتاعه عباره عن نيو اوفر 1 اوفر لامدا. طب تحت تحت يطلع فوق نيو باي لامدا يعني في. طب مين عنده في اعلى؟ اللي عنده سلوب اعلى او اللي عنده انجل اعلى. معنى كده ان في اي جريتر ذان في بي، يبقى ايتر اي. نمبر 3، اف تو ويفز هاف ذا سيم فريكوانسي وات اذر كاركترستكس ماست بي ذا سيم. والله انا عارف ان الفي ايكوال نيو باي لامدا، تمام كده. فبيقول لي هنا الفريكوانسي ده هيكون ثابت. جميل قوي. طب الفريكوانسي كده كده احنا عارفين ان الفريكوانسي ايكوال 1 اوفر برودكت تايم. طب لو الفريكوانسي ده ثابت يبقى البرودكت تايم هو كمان ثابت، تمام كده. طب ايه اللي هيتغير؟ الفي هتتغير، اللامدا هتتغير، يبقى لو الويف لينس كمان سيم، لا مش سيم. طيب الفيلوستي او السبيد، لا طبعا. طب البرودكت تايم، لازم برودكت تايم هيكون سيم. الامبليتيود، لا طبعا مش شرط، ان ممكن الويفز يكون عندهم نفس الفريكوانسي بس الامبليتيود بتاع دي اعلى من دي، عندهم نفس عدد الويفز بس الامبليتيود هنا اعلى من هنا. بعد كده نمبر 4، بيقول لي a sound wave traveled from air to water. If the wavelength of that wave in air and water، يبقى ده هنا ال V in air، نعتبرها V1. طب دي ال سوري انا اسف، ال wavelength يبقى ده لامدا 1، ده كده لامدا 1 ماشي، ودي كده لامدا 2. And the speed of sound in اير، الاير نعتبره يا شباب هو الميديم الاول في 1. فبيقول لي ذا سبيد اوف ساوند موتر، يبقى ساوند ويف ترافلد فروم اير تو ووتر، يبقى سيم سورس يعني سيم فريكوانسي، يعني نيو 1 ايكوال نيو 2. احنا عارفين ان نيو ايكوال في اوفر لامدا، يبقى في 1 اوفر لامدا 1. طب في 2 اوفر لامدا 2. طب ما تيجي كده الفي 1 عباره عن 330، طب اللامدا 1 زي ما احنا شايفين عبارة عن 0.5 equals ال V2 بتاعت الوتر اللي احنا عايزينها divided by 2.1. cross multiplication بسيط، تطلع هنا ال V2 1396 meter per second، يبقى letter B. Number 5 بيقول لنا if the terminal of a spring is being moved to make a transverse wave of wavelength 30 سنتيمتر. حلو، اعتبر دي يا سيدي لامدا 1، بريودك تايم 0.1 سكند، يبقى ده تي 1. And the terminal of the spring is being moved to make longitudinal wave of periodic time 0.2، ده كده التي 2، at the same speed at the first case. So the wavelength of longitudinal wave equals، تمام كده. يبقى احنا كان عندنا الاول كانت ترانسفيرز ويف، وبعد كده بقت لونجيتودينال ويف. تعالوا معايا كده يا جماعه، قال لك سيم سبيد. سيم سبيد يعني كده كده في 1 ايكوالز في 2. هنا دور على المفتاح بتاع حل السؤال. طب في 1 ايكوال في 2، طب ما انت عندك الفي ايكوال نيو باي لامدا، هاخدها كده على جنب افكرك بيه، نيو باي لامدا. طب ما النيو 1 اوفر تي باي لامدا، يعني لامدا اوفر برودكت تايم، يبقى لامدا 1 اوفر برودكت تايم 1 ايكوال لامدا 2 اوفر برودكت تايم 2. هنعوض عادي. يلا اللامدا 1 عباره عن كام يا شباب؟ هنقول هنا 30 اوفر تي 1 برودكت تايم 1 0.1 ايكوال لامدا 2 اللي احنا عايزين نجيبها ديفايدد باي 0.2 برودكت تايم الثاني. كروس مالتيبليكيشن بسيط، اللامدا 2 هتطلع ب 60 سنتيمتر لتر دي. نمبر 6، زي ما احنا شايفين كده بيقول لي
أنا عندي the opposite figure shows a wave which is traveling through a medium x. Then it moves to another medium y. So the ratio between the speed of the wave in medium x to speed of that medium of that of the wave in medium x to its speed in medium y. تعالوا يا جماعة طالما نفس ال wave same source يعني same frequency. والله أنا عندي هنا احنا لسه متفقين ال v equal nu by lambda. طب ال frequency ده constant. حلو, يبقى معنى كده relation بين ال v واللامدا دايركت, ده يزيد ده يزيد ده يقل ده يقل. وعايز يحسب بقى الريشيو ما بين مين ومين, في اكس اوفر في واي. طب ما تيجي كده مع بعض, والله انا شايف ان اللي عنده ويف لينس اعلى عنده فلوستي اعلى, يبقى الفي هنا اعلى, الفي هنا هتكون اعلى عشان الويف لينس هنا اعلى, يبقى الفي هنا اعلى الويف لينس هنا اكبر. خدوا بالكم هنا اكبر من هنا. طب هنا الفي اقل يبقى اللمدا اقل. يبقى معنى كده الفي اكس في الميديم اكس الاولاني ده اكبر, يبقى رقم كبير فوق, يبقى تطلع جريتر زان ال1, تطلع كده جريتر زان ال1 يا شباب لتر ايه. بعد كده in the opposite figure the amplitude is the distance between the points. تعال كده نقرا 2 letters في كل مره ونحدد ايه. ايه بيقول لي؟ عندي هنا W و V. طب نبص كده W و V فين ال W و V؟ هل دي كده تعتبر امبليتود؟ لا طبعا غلط. ماشي, بعد كده بيقول لي X V فين X V؟ X V X V المسافة دي كده فعلا المسافة تعتبر امبليتود. ماكسيمم ديسبيسمنت بس في الاتجاه المعاكس, يبقى دي صح. معلش زي ما قلتلك انا بحب اقول لك دي غلط ليه ودي صح ليه. طب يو زد, يو زد ايه ده؟ لا طبعا مسافه يو زد دي طبعا غلط, يو زد. طب دبليو واي, دبليو واي المسافه دي برضو لا طبعا غلط, يبقى مفيش غير اكس اند في. خدوا بالكم يا شباب انا دايما تلاقيني في تانية بعملك نفس نظام تالتة, بحاول اجيب لك الامتحان انصين اسئلة انت خدت افكار شبيهة ليها لكن ما اجيب لهاكش هي هي, بضحك عليك عشان اعودك على نظام تالتة ان شاء الله. نمبر 8 بيقولي دولفين produces sound with frequency 150 كيلو هرتز if the speed of sound in water is 1500 then the wavelengths. نعرفين ان اللامدا اللامدا equal v over nu, دي v over nu. تمام, ال v عندي 1500, النيو بيقول لي 150 كيلو, يبقى 150,000 زودت 3 zeros تطلع كالكوليتور 0.01 متر يعني لتر دي. نمبر 9 بيقول لنا هنا if the speed of sound wave that passes by certain point 15, ادي ال v 50 meter per second and the 60 waves at the n passes by this point 2 seconds at t then the number of the wave عايز ال n that passes through 120 meter d at d. طب يلا كده يا شباب انا هستخدم هنا 2 triangles, عايزكم كده تفهموا معايا. اول triangle عند ال v نيو باي لندا, تاني ترانجل دي ايكوال ان باي لامدا. انت عايز مين؟ عايز الان, عايز الان دي. يبقى الاول لو احنا معانا اللامدا وحالين زي قبل كده, لو معانا اللامدا دي هنعوض بيها هنا, يبقى لو معايا اللامدا دي كده هنعوض بيها هنا ومسألة اتحلت. طب يلا بينا نجيب الاول لامدا من قانون الفي, لامدا ايكوال في اوفر نيو. الفي بكام؟ الفي عندك 15 divided by الفريكونسي. الفريكونسي كده لو حسبناها على جنب فريكونسي ايكوال ايه؟ ان اوفر تي. الان بكام؟ الان ب 60 اوفر تي عندك ب 2 يعني 30 هرتز. ماشي, ب 15 اوفر 30 يعني هاف. طب هاجي بعد كده نجيب الان هاف متر, طبعا نجيب بقى الان. الان ايكوال ايه؟ والله الان زي ما احنا شايفين كده ايكوال دي اوفر لامدا. الدي بكام؟
الديب 120 divided by اللامدا 0.5 هتطلع على الكالكوليتر 240 ويف. تمام كده يا شباب. نمبر 10 two sound waves their wavelengths 1/3 1/4 propagate in air then the ratio between their velocities in air in air يعني سيم يا شباب سيم medium يبقى سيم velocity يبقى ratio 1:1. اتمنى نكون فهمنا يا شباب الانسر للكويز، وقابلكم ان شاء الله في كويز جديد. مع السلامه يا شباب.